يا دكتور يمكن اجي لحضرتك. يعني النادي الاهلي اكيد مؤسسه جاذبه للمواهب وجاذبه ودايما تسعى لتطوير الدائم. يعني اهميه التعاون بين النادي الاهلي وشركه طبعا او يعني مؤسسه كلينك والبرنامج فاندس ده اهميته ايه؟ يعني اهميه التعاون ده ممكن يثمر عن ايه؟ طبعا احنا طبعا سعداء جدا بالتعاون مع النادي الاهلي. للي حضرتك بتقول النادي الاهلي مش بس صاحب بطولات ودايما بيسعى الى المزيد من البطولات، ولكن النادي الاهلي دايما كمان كمؤسسه سباق في التطوير، ودايما سباق في جلب الخبرات الدوليه عشان دايما يطور ويوفر الاحسن دايما. طبعا فده بالنسبه لنا طبعا ده عنصر مهم جدا لانجاح المنظومه ديت، لانك انت عايز المنظومه ديت محتاج مؤسسه تعرف تطبقها فيها بالشكل الصحيح، والمؤسسه ديت تستجيب لده، لان ما هوش عنصر واحد. صحيح. ده انت عايز معاك اداره، عايز معاك فنيين وإدارة تنفيذية وعايز إدارة تنفيذية. صحيح. وعايز أباء وعايز ناشئين، فأنت عايز عناصر كتير جدا عشان تنجح. النادي الأهلي طبعا مش بس على مستوى مصر، على مستوى مصر والدول الإفريقية والعربية سباق في ده ومتوفر فيه العناصر ده، وحقيقي طموحه دايما ما بيقفش، يعني دايما عايز المزيد. فدي حاجة طبعا مشجعة جدا إنك تكون موجود في مكان زي ده، ودايما كل ما بتقعد مع الاشخاص مع كل ليفل في النادي مش بس بتشوف حماس الناس، ولكن كمان بتشوف روح الفريق اللي موجوده في النادي دايما، ودايما كل واحد في مكانه عايز الاحسن. فالعنصر ده مهم، لان انت ممكن تكون عندك العلم والمعرفه ولكن ما تلاقيش الارض الخصبه اللي تستقبلها. صحيح. فده مهم جدا، فكان اختيارنا للنادي الاهلي في الاساس على هذا الشكل. وحضرتك متحمس لده يا دكتور؟ يعني حضرتك شايف ان ده حاجه خطوه، او شايف ان ده يعني ماشيين في الطريق الصح، يعني وممكن نكني ثمار من الموضوع ده قريب؟ النادي الاهلي عنده قاعده عريضه جدا، قاعده عريضه من الاطفال والناشئين، دي ميزه مش متوفره في اماكن كتير. طيب انت حضرتك بتقول دلوقتي على وقت قصير، انت حضرتك في خلال 6 شهور ان شاء الله وفي خلال سنه هتشوف تغير، وبذره المجهود اللي احنا بنبذله ده النهارده مع اداره النادي الاهلي والاداره التنفيذيه ومديرين المشروع والمعنيين، لا حضرتك هنشوف نتيجه تانية خالص مختلفه تماما، لان في هناك تعطش لتطبيق التجربه ديت، وفي تعطش حسيت ده جدا جدا بالورش يعني الورك شوبس اللي حضرتك عملتها وانا شايفها والمعرض على الساده المشاهدين. شفت من المدربين واولياء الامور واللعيبه شفت تعطش للتجربه نفسها؟ يعني تعرف حضرتك انا كنت قبل ما اعرض اصلا المشروع على المدربين كنت بسالهم انتوا جايين منتظرين مننا ايه قبل ما اقول اي حاجه. حلو. وكتبت اللي هم عايزينه. قال لك انا عايز اعرف ازاي البطل بيكون بطل، قال لك ازاي انا عارف ازاي بيتاسس، قال لك انا عارف عايز اعرف ازاي الولد يختار الرياضه المناسبه، عايز اعرف هو الولد دي الرياضه مناسبه ولا لا. قلت لهم هو ده اللي احنا جايين نتكلم عليه. فدي حاجة طبعا لما تسمع ده وكنا بنتكلم مع 3 ألعاب مختلفة والإجابات بنسبة 80% متشابهة، فلما تسمع ده من الفنيين ورغبتهم في التطوير، لا بتقول لا انت النهاردة عايز تشتغل امبارح مش النهاردة. طيب وبالجانب طبعا يعني دي برضو نقطة مهمة جدا ان احنا نشير ليها، النادي الاهلي دايما وده يعني سمعته أكتر من مرة ومن الكابتن الخطيب ومن مجلس الإدارة من ناس كتير بتقولها دايما، احنا علينا واجب وطني تجاه بلدنا. صحيح. ان احنا النهارده المكان المؤهل ان هو يطلع ابطال يمثلوا النادي الاهلي ويمثلوا منتخبات مصر ويشرفوا بلدهم. فالجانب الوطني ده لما يكون الروح ديت كمان موجوده عند نادي، ان هو النادي مش منغلق على نفسه. وحتى لما جينا كنا نتكلم كمان في اطار التعاون قال لك لا احنا عايزين شراكه، ومش عايزين شراكه لينا، يعني ما كانش في حته ان احنا عايزينها لينا، لا عايز انشرها في مصر كلها وعايز انقلها للمحافظات، انا عندي اكاديميات وعندي انديه اخرى نقدر ان احنا ننقل التجربه دي ليها. فحته ان هي معلش الانانيه ديت لا ما كانتش موجوده خالص تماما، وحب نقل المعرفه ديت وان احنا نطبق التجربه ديت على ارضنا عشان ننقلها للاخرين وننقلها كمان بعد كده خارج مصر، دي حاجه طبعا مشجعه جدا. هي رساله يعني النادي الاهلي قايم برساله هنا مع حضرتك انه شايف ان دي مصر محتاجه للدايركشن ده في اتجاه العلم. مظبوط. فده طبعا يعني العناصر ديت انت عشان تنجح اي حاجه في الدنيا لازم تكون العناصر ديت، واهم عنصر العنصر البشري اللي انت تشتغل معاه.
مش بس انك انت عندك صالات رياضيه وبنيه تحتيه ممتازه وافرع وحاجات جميله، كل ده ممتاز جدا طبعًا. ولكن العنصر البشري اللي احنا شغالين عشانه ده موجود، فده حقيقي طبعا في كل نقاشاتنا، ودايما كل ما بتقعد في نقاش بيطلع لك فكره جديده صحيح. وبيخليك دايما انت عايز الاحسن وعايز تطور وعايز، يعني انت بتحس ان هم ما بتسيبهم اسبوع ما بتشوفهمش بتلاقي في حاجه جديده، دايما في جديد كل اسبوع، يعني بقول لهم انتوا بتجيبوا منين كل الوقت ده؟ فطبعا احنا سعداء جدا طبعا بالشراكه ديت مع النادي الاهلي، وسعداء جدا بفريق العمل اللي موجود في النادي الاهلي، وكل واحد في مكانه متخصص في مكانه. احنا اللي سعداء بيكوا يا دكتور، ميزه جدا عظيمه، وسعداء بالحماس اللي حضرتك بتتكلم بيه والرغبه. احنا سعداء ان حد من يعني ابن مصر وعايز ينقل تجربته اللي هو عايشها في بلد تقدمت او سبقتنا في حاجه ننقلها البلد، ودي حاجه تسعدني وحاجه انا الحقيقه فخور بيها جدا. فسعيد بيك جدا يا دكتور. ده طبعا ده واجبنا تجاه بلدنا وناسنا، ده واجب، مش ما احناش بنعمل، ده واجب لازم نأديه، وان شاء الله تنجح وان شاء الله رب العالمين اكيد باذن الله هننجح كلنا باذن الله. طب هاجي تاني يعني مستر ساتي، يعني هاجي لك في الحوار. التدريب عنصر اساسي من عناصر اللعبه، اي لعبه بتعتمد على التدريب. ايه طرق التدريب اللي طبعا بيستخدمها خبراء فاندس في مختلف الفئات العمريه؟ أهم عناصر التدريب وأساليب سأبدأ من السن الصغير، لأنه من المهم تأسيس الأطفال الصغار في سن مبكر. على سبيل المثال من السن الصغير يجب أن يكون الموضوع ممتع لهم، لذا في البداية نتحدث عن التأسيس البدني. لهذا نؤكد على الأساسيات، هناك أساسيات، وحتى نصل إلى هذا المستوى نود أن نلعب أو نعمل على التعليم الضمني، وهو التعليم الضمني أنك تتعلم دون أن تعرف أنك تتعلم. على سبيل المثال كنت أعمل على مدرب كرة قدم، ومن ضمن هذه الأساليب هي ركل الكرة أو اللعب بالكرة والتحرك بالكرة، وبهذه الطريقة نحب أن نلعب بطرق مختلفة، ويمكن أن تحرز أهداف عن طريق تنطيط الكرة حتى الهدف، وحتى يستطيع الأطفال أن يكتشفوا الطريقة التي يمكن أن يصلوا بها إلى الهدف، فهم يتعلمون دون أن يعرفوا أنهم يتعلمون. هم لن في السن الصغير هذا هو النموذج الأمثل لنا، وكل لعبة لها الأسلوب الخاص بها، والذي يجب أن يتمتع بالإبداع، يجب أن يكون هناك إبداع أيضا في الطريقة، وكل طفل له طرق في الحركة، قد أعلمه بطريقتي ولكن ربما هذا الطفل لديه طريقة مختلفة تماما في التحرك في الملعب. لهذا بهذه الطريقة وطريقة التعلم الضمني هم يتعلمون ويكتشفون في أنفسهم الطريقة التي يستطيعون أن يتحركون بها بصورة أسهل بالنسبة لهم. وفي المرحلة الثانية هناك من سن 12 حتى 13 عام نذهب إلى الطرق الأكثر تقدمية. إذن كما قلت في السن المبكر نركز على التأهيل البدني وأيضا التنسيق، المرونة، الاستقرار، التوازن، وبعد ذلك نبدأ في تدريبهم أساليب جديدة ونعلمهم تقنيات جديدة وأساليب جديدة في اللعب. وفي السن بعد ذلك نحاول أن نتجنب، لأن في مصر على سبيل المثال في مصر هناك بعض المشاكل، وهي أن يتم إرهاق الأطفال في سن مبكر. على سبيل المثال يبدأون في سن 9 بتدريبات شاقة فيتم إحراقهم إذا صح التعبير. لهذا عندما يكونوا على استعداد سنبدأ في تعليمهم التقنيات الجديدة والأساليب الجديدة، وبعد ذلك في سن 15 ستكون هناك تدريبات متخصصة أكثر حتى نستطيع بناء أبطال للأولمبياد. وأعتقد أن هذا يمكن إحرازه بسهولة، لأن لدينا الكثير من المواهب ويمكن أن نصل إلى هذا المستوى.
يعني يمكن انا عايز اشير لحاجه، انه الجميل في البرنامج او اللي عاجبني في البرنامج ان انتم ممكن بتعلموا، يعني بتتعاملوا مع كل مرحله سنيه باللي يناسبها، وده الحقيقه يعني بيبقى مهم جدا، ان انت في السن الصغير انت عايز تعلمه من خلال المرح الفن، ان هو يعني يلعب وينبسط، بس بيتعلم من خلال انه يتبسط، وحاطين في الاعتبار ان انت ما تحرقش عضله اللاعب، لا اللاعب ده يبقى اللايف تايم بتاعه اعلى. عجبني ان انتوا دارسين كل الجوانب وكل التساؤلات اللي عندنا يعني موجوده عندكم. وهل هل هل الكلام ده يعني حتى لما جيت تطبقه في هولندا من الاعمار السنيه كان في تقبل منه، وكان في مردود فعل حتى من الاعمار السنيه المختلفه في هولندا بشكل جيد؟ نعم، هذا تم قبوله بشكل جيد، لان اولياء الامور يشعروا بان الاطفال يستمتعون، لأن الكل يريد الأطفال أن يستمتعوا، ونحن نرى النتائج خاصة في هولندا. هذا المنهج منتشر بشكل كبير، وأن الأشخاص يشعرون أن الأطفال يستمتعون، ولكن في نفس الوقت نستطيع أن نحرز الكثير من النتائج الهامة، ولدينا الكثير من الأمثلة الناجحة من خلال تطبيق هذا النظام، والأشخاص بدأوا يصدقون ويعترفون بهذا المنهج. لهذا الكل سعيد بهذا المنهج، خاصة لأنهم يرون الأطفال سعداء، وأن هذا أهم شيء. ربما عندنا بيقولوا كده مثل ضرب عصفورين بحجر واحد، وده يأكد اللي كنت بقوله لحضرتك من شوية، قياس الأمم المتحدة إن الطفل الهولندي أسعد طفل، حتى الرياضة بيبسط. التكامل ده اللي موجود ده جزء اساسي من المنظومه، وده اللي بيساعد على النجاح. حضرتك اي حد في مكانه، حتى لو اي بني ادم موظف، مش هيكون ناجح الا اذا كان سعيد. فانت حضرتك النهارده بتتعامل مع اطفال، فانت ازاي انك انت النهارده منتظر منه ان هو يطلع كل اللي عنده وهو اصلا مش مبسوط؟ فاهم حاجه ان هو يكون مبسوط، ده البدايه. صحيح. يكون ان هو رايح التمرين النهارده. انا حضرتك انا احيانا بتشوف اطفال في حمام السباحه وبيعيط ومحدش واخد باله منه، ولا المدرب ولا الاب ولا الام. طب انت النهارده منتظر ان من ده هيكون سباح؟ هل منتظر من ده ان هو في يوم من الايام هيحب الرياضه اصلا؟ لا، ما ينفعش. ما ينفعش احط الولد في قدامي ويعيط واقول لا معلش يا اسطى هو بيتدلع. لا، هو مش بيتدلع. لا، احنا عايزين نشوف هو بيحب ايه. صح. مش احنا عايزين منه ايه، وده فرق كبير جدا. لا، ده انا عايز بقى اروح لحته تانيه. اتفضل. حضرتك اللي فتحتها. معلش سيبني بقى. دلوقتي اولياء الامور عندهم تساؤل مهم جدا. تمام. انا العب ابني انهي رياضه؟ التساؤل ده اللي حتى انا على المستوى الشخصي ممكن يقابلني. انا ابني عايز العبه رياضه، بس مش عارف احطه ايه الرياضه اللي تناسبه. برنامج فانز ممكن يساعدنا ازاي في ده؟ طب نرجع بقى للدراسه اللي كنا بنتكلم عنها من شويه، المخرجات بتاعه الدراسه، وده المراحل بتاعه تنفيذ المشروع. احنا بنبدا مع الولاد من عمر 5 سنين ل7 سنين على حاجه اسمها بيزك موفمنت سكيلز، اللي هي اساسيات الجهاز الحركي. ان كل طفل عشان يتحرك ويلعب في اساسيات عنده من بالانس، كوردينيشن، ستابيليتي، لازم تكون موجوده عنه. فانا النهارده ما ينفعش ان انا احط ابني او بنتي في لعبه وهو ما عندوش الاساسيات ديت، لان المردود بتاعها ان هو هيجي في سن معين هيصاب، وهيصاب والاصابه دي هتكرر فهيسيب الرياضه وهيحبط. فده بننفذه ازاي؟ احنا بناخد الولاد في العمر ده وبنعمل لهم اختبارات وقياسات على اساسيات الجهاز الحركي لكل طفل على حده. الجهاز الحركي. الجهاز الحركي. تمام. اساسيات الجهاز الحركي. تمام. طيب مخرجات القياسات ديت عباره عن تقرير بتقول نقاط القوه والنقاط اللي الطفل متميز فيها والنقاط اللي الطفل محتاجين نشتغل عليها في الفتره الجايه. فبنترجم التقرير ده الى خطه تدريبيه للطفل، وزي ما كان بيقول ساتيا من شويه، انت بتعلمه من غير ما بتقول له ان انا بعلمك. انا ما بقولش الطفل ان هو انت وحش في حاجه، لان طبعا السيستم الهولندي مبني على التطوير مش على الاختيار. انت طويل روح كذا، انت قصير روح كذا، ابدا. ما ينفعش اختار. ما ينفعش اختار في السن ده خالص. ما ينفعش افرض اي اختيار. اطور كل الولاد بيزكس وكل الولاد كل الولاد كل واحد كده هيبان مع الوقت. بالظبط كده. واجي بعد كده، ما انا النهارده قست واشتغلت معاه 6 شهور، طب انا عايز اشوف نتيجه شغلي معاه ده بعد 6 شهور. فاحنا بنكرر القياسات ديت كل 6 شهور، والقياسات ديت هنوريها كمان شويه باجهزه تكنولوجي.
فيري اكوريت، انك انت الارقام اللي انت موجود قدامك ديت تقدر تقول فعلا فعلا الطفل ده اتحسن بنسبه قد ايه في الميه هنا، واتحسن هنا بنسبه قد ايه في الميه، وبتكرر ده كل ست شهور وبتشوف تطور الجهاز الحركي لابنك او بنتك في العمر ده. فديت اول مرحله، ودي المرحله اللي الدراسه اثبتت انك انت عايزها، مش بس زي ما كنا بنقول عشان ربنا يديهم الصحه المتوسط العمر اللي فوق ال 80 ده، وان هو عايز 67 سنه عايز يبقى شاب. صحيح. عشان يبقى راجل برودكتيف، لا، ما انت كمان بتحافظ عليه على صحته فيما بعد. انت مش عايز ان هو في سن ال 50 سنه يجي يقول اصل ظهري بيوجعني ورجلي بتوجعني، فانت كمان بتحافظ على صحه الانسان. واعتقد احنا كاباء كلنا واولادنا احنا اهم حاجه صحه اولادنا. صحيح. فانا بساعدهم دلوقتي ان هو ينمو صح. وفي المرحله ديت انا عايزه يلعب ويحب اللعب زي ما كان ساتيا بيقول كده، مش لسه ما وصلناش لمرحله الرياضه، هو بيلعب. طيب بعد كده بنيجي المرحله الثانيه اللي هي من 7 ل10 سنين، السؤال اللي حضرتك بتساله اللي هي السبورت كومباس او البوصله الرياضيه. ده عباره عن ايه؟ في مرحله البوصله الرياضيه انا عايز اعرف 3 حاجات. عايز اعرف، احنا بنقول I like, I do, I am. I like انا بحب ايه؟ بحبه. لازم اول حاجه اعرف هو بيحب ايه اصلا. بالظبط. ففي الساينتست في هولندا عاملين ابلكيشن بانيميشن شكلها لطيف وظريف جدا تناسب كل الاعمار، الطفل بيبدا يجاوب على عدد من الاسئله بشكل فاني جدا، هو بيحب يلعب بره ولا بيحب يلعب جوه؟ تعرف منه هو حابب ممكن ايه اللي يناسبه؟ يناسبه، هو بيلعب بيحب يلعب لوحده ولا يلعب مع فريق؟ بيحب تو كلايم ولا يجري؟ كلها اسئله منحصره في النشاط اللي الطفل بيحبه. ده اول حاجه لازم اعرفها الاول من الطفل. بعد كده اي دو هو انا بعمل ايه؟ انا دلوقتي بلعب باسكت او بلعب كذا او بلعب كذا. طيب اوكي، هو بيعمل ايه في الباسكت ده؟ هل هو هو متميز في الباسكت ده؟ واخد حاجه معينه في بوزيشن تكنيك معين؟ فانا عايز اعرف هو بيعمل ايه دلوقتي في الباسكت. وبعد كده ايام، انا بقيت خلاص انا دلوقتي ايه الجزء البدني بتاعي. طيب الثلاث تقارير دولت جنب بعض بيطلع منهم تقرير واحد يقول للنادي او للمدرب او لولي الامر ديت الرياضات، ال7 رياضات اهم 7 رياضات ممكن ابنك او بنتك يختار منها، ويفضل وهنيجي لها بعدين يختار على الاقل رياضتين متضاربتين ملهمش علاقه ببعض، يعني ياخد سباحه وياخد حاجه في الكوره عشان يشغل كل الجهاز الحركي بتاعته. طيب البروسيس ده، وطبعا مع التقرير ده في التقرير البدني اللي بيقول العناصر اللي عند الطفل محتاجه نشتغل عليها في الفتره الجايه.